تترقب إسرائيل رداً إيرانياً على قصفها قنصلية إيران في دمشق الذي أدى إلى مقتل عدد من قادة الحرس الثوري. قال بيان للجيش الإسرائيلي اليوم إنه قرر تعليق الإجازات لجميع أفراد وحداته القتالية مؤقتاً بناء على تقييم للأوضاع الراهنة. بدورها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن القوات الجوية الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال حدوث رد فعل إيراني في المستقبل القريب. كما قرر الجيش الإسرائيلي بعد تقييم للوضع تكثيف جنود الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي. ذكر إعلام إسرائيلي أن السلطات في تل أبيب تدرس فتح الملاجئ العامة الليلة. فإيران بحسب محلل عسكري في القناة 13 الإسرائيلية تدرك أن الإيرانيين أكثر تصميما هذه المرة على الرد من المرات السابقة. بينما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين قوله: لن أتفاجأ إذا أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل. ولم يستبعد يادلين أن يكون حزب الله تلقى أمرا ببدء الحرب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أي خلال يومين كما يزعم. من القدس معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا. إسرائيل في حالة تأهب قصوى ربما منذ 7 أكتوبر، ولكن هذه إجراءات استثنائية وجديدة من منع إجازات جميع الوحدات القتالية إلى فتح الملاجئ العامة وغيرها. ماذا في تفاصيل هذه الاستعدادات التي تجريها إسرائيل الآن، وتحسبا وتخوفا من ماذا؟ هذا صحيح، هناك تأهب بدرجة قصوى إسرائيلي على 3 مستويات. المستوى الأول هو المباشر، أي سلاح الجو الإسرائيلي والدفاعات الجوية. رأينا الجيش الإسرائيلي يجند جنود احتياط تابعين للدفاعات الجوية تحديدا، بمعنى هناك خشية من إطلاق إيران أو حزب الله أو كلاهما معا مسيرات موجهة أو صواريخ دقيقة موجهة عمليا تجاه أهداف في داخل إسرائيل. لهذا رأينا صباح اليوم أيضا بأن إسرائيل أضافت منطقة وسط إسرائيل بمعنى تل أبيب والقدس إلى عملية التشويش على الجي بي إس أو الملاحة الدولية المتعلقة بالتوجه. هذا يعمل منذ 7 أكتوبر في المنطقة الشمالية، بمعنى إن كنت على الحدود الشمالية ووضعت أي شيء على تطبيق الويز على سبيل المثال يعطيك أنك تتواجدين في بيروت، هذا مشوش. الآن استفاق أهالي تل أبيب على الشيء ذاته، ربما في محاولة للتشويش على الصواريخ الدقيقة الموجهة وما إلى ذلك. المستوى الثاني من التأهب هو يتعلق بالسفارات والممثليات الدبلوماسية. إسرائيل في اللحظة الأخيرة أول أمس أخلت سفارتها في أذربيجان. تعرفين أذربيجان هي على حدود إيران، ربما لورود معلومات بأن إيران تريد استهداف السفارات ردا على استهداف القنصلية في دمشق. المستوى الثالث من التأهب هو في البحر. عمليا 95% من البضائع والمؤن التي تصل إسرائيل تصلها بحرا، ولهذا إسرائيل تخشى أن تجدد إيران حرب البحار أيضا مع إسرائيل. هل سبق وأن قامت إسرائيل بإجراءات مماثلة بعد استهدافات قامت بها لقادة إيرانيين؟ هذا صحيح، في العام 2018 قامت بهذا الأمر بعد عملية اغتيال عدد كبير من الحرس الثوري في الأراضي السورية، وبعد اغتيال أيضا العالم فخري زاده في طهران. عمليا إيران ردت، ولهذا إسرائيل تتخوف هذه المرة من إمكان أن يكون رد إيراني. عام 2018 ردت إيران ب18 صاروخا أطلقت على مواقع في الجولان المحتل، كنا بالمصادفة في الجولان في تلك الفترة. إسرائيل ردت حينها أيضا بفتح موجات من الضربات على عشرات الأهداف داخل سوريا، أسمت العملية في حينه بيت الأوراق، عمليا ضربت عشرات الأهداف في الأراضي السورية. ما حجم التخوف في الشارع أم من هذه الضربات المتوقعة؟
في إسرائيل هناك حرب دائرة في الجنوب والشمال، وبالتالي لا يوجد الآن تحسب في الشارع لإمكان أن تضرب إيران أو لا تضرب، لأن هناك حال حرب أساساً. بمعنى هناك منطقة أمنية عازلة في شمال إسرائيل، أكثر من 100,000 إسرائيلي هجروا عمليا من المستوطنات والبلدات الحدودية، الشيء ذاته في المنطقة الجنوبية. بالنسبة للإسرائيليين هذا قد يكون مرحلة إضافية من مراحل الحرب الدائرة حاليا. لكن حينما تأخذ الإجراءات منحا جديد وتتحدث هنا معك كما قلت زياد عن تل أبيب، عن القدس، عن عمليات تشويش ستطال وستؤثر على المدنيين يعني في إسرائيل بشكل مباشر، هل يجعلهم ذلك أكثر تخوفاً أم أنهم بما أنهم يعيشون حالة حرب منذ 7 أكتوبر فهو يأتي في سياق ذلك؟ الخوف الحقيقي لدى الإسرائيليين هو شمالاً بدون أن نشك. بمعنى هناك خوف لدى الإسرائيليين بأنه عندما تتضح الصورة أكثر بالنسبة للحرب غير المسبوقة على قطاع غزة، بمعنى تشرف على نهايتها، قد تتضح الصورة شمالا، بمعنى هل تقوم إسرائيل بالمبادرة لحرب ضد حزب الله في أشهر الصيف أم أنها ستصل إلى تفاهم دبلوماسي يبعد حزب الله عن الحدود قبل ذلك. ولهذا هذا ما يقلق الإسرائيليين عمليا، إمكان أن تتطور الأمور إلى حرب من الشمال، لأن الحرب في الشمال ببساطة لا تشبه ما يحدث في الجنوب. هناك نحو 30 ضعفا من القدرات لدى حزب الله إذا ما قورنت بقدرات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك مئات إذا لم يكن ألاف الصواريخ الدقيقة الموجهة التي يمكنها أن تضرب أهدافا استراتيجية. سريعا نتطرق معك زياد عما يقال حول هذه المكالمة المرتقبة اليوم بين بايدن ونتنياهو في ظل التوتر الكبير بينهما على خلفية عدم الاتفاق على عملية رفح أو حتى مقتل 7 من عمال الإغاثة في وول سنترال كيتشن. هذا صحيح، سترين في البيان الأمريكي توبيخا من قبل بايدن لنتنياهو عما حدث بالنسبة للناشطين الأجانب. هذا سيركز عليه الأمريكيون في الجانب الإعلامي لهذه المحادثة، لكنها ستتطرق أساسا إلى الحرب على قطاع غزة، ملف رفح وهو محل خلاف شديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في المجمل الولايات المتحدة بدأت تبدي مؤشرات على أنها بدأت تضيق ضرعا بنتنياهو تحديدا، بمعنى بدأت تدرك بأن الرجل على ما يبدو يريد أن يستمر أكثر فأكثر في الجنوب وفي الشمال بدون حسم حاليا، لأن ذلك يخدمه سياسيا داخليا، هكذا تقول حتى مصادر أمريكية تسرب للإعلام عمليا في الأسابيع الأخيرة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من القدس. لم يعد بإمكان الصيادين في لبنان الإبحار نحو النقورة منذ بداية المعارك جنوبا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، لكن التشويش الإسرائيلي الأخير على أجهزة الجي بي أس زاد من امتداد مشكلة الصيد حتى شواطئ صور وأوقف أعمال الصيادين، وفقد عدد منهم شباكهم وأقفاص الصيد، بالإضافة لعدم قدرة عدد كبير منهم من الإبحار ليلا لاعتمادهم على الجي بي أس. 150 قاربا ترسوهن في ميناء الصور في لبنان، فالحرب على الحدود الجنوبية قيدت من حركة الصيادين. يعود حسين على متن قاربه بعد ساعات من الإبحار، ليس لاصطياد السمك بل بحثا عن شباك رماها في عرض البحر وفقد أثرها بعد أن عملت إسرائيل على التشويش على أجهزة نظام التموضع العالمي أو الجي بي أس. حاولنا مرافقة حسين في رحلة بحثه، لكن الجيش اللبناني كان حاسما برفضه لأسباب قال إنها أمنية. عشان حط شباك مدوعة وبعدني هلا عم دور عليها ما عم لقيها. كيف أمتين حطيتها وشو اللي صار؟ حطيتهم يعني كان صاروا شي 15 يوم الحرب، حطيتهم وكان تأس حلو كتير، ظهرت تعجبي أس حلو عادي أعطاني عادي، حطيت النقطة وجيت على الميناء أنا، عملنا تاني يوم الصبح أطلع أجيبهم. تاني يوم الصبح فقت رحت دورت جي بي اس ما كان يعطيني، روحنا شبك بحدود ال 2000 دولار هيك. مزبوط، وقت يكون في امكا فوقكم بيمشي الجي بي اس شوي؟ بيمشي برجع بيوقف، انه هي عشان عم تشتغل بالجي بي اس بكون الجي بي اس شغال عنا، بس تروح هي ما عادش في جي بي اس.
يوسف الجندي، حضرتك مدير المركز اللبناني للغوص، مشكلة الجي بي اس حاولتوا توصلوا فيها لجهات معنية بهذا الموضوع؟ نحن صراحة من بعد شهر معاناة رفعنا الصوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الإعلامية أنه عندنا مشكلة أنه عم نفقد الإشارة في للجي بي اس. بس بعد شهرين من الحرب لا، صارت المشكلة أكبر، أنه صار في إشارة بس هيدي الإشارة صارت غلط. نحن مدينة سور حواليها في عدد كبير من الجزر الصغيرة، فإذا استعمل الجي بي اس بهيدا الوضع ممكن كتير كتير يطلع على أي جزيرة ويكسر المركب تبعه. رغم ندرة الكميات التي يصطادها أبناء سور، إلا أن السمك يتكدس لأيام أحياناً، فالصيادون يقولون إن الحرب عزلت مدينتهم عن بقية المناطق. من صيدة وأنت رايحة الحياة طبيعية والسمك غالي وكل شيء طبيعي، بس هون عنا بصور ما يعني تطلع على السمك كله مقوم. يعتمد قدام الصيادين على طرق تقليدية للإبحار، لكن التوجه من سور إلى الناقورة على الحدود مع إسرائيل بات محفوفاً بخطر الحرب. لا يؤثر التشويش فقط على عمل الصيادين، بل على حركة الملاحة والطيران، مما يشكل خطراً على موانئ لبنان ومطار بيروت. غنوة يتيم، الحدث، سور. من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي علي حميدة. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي، حول عملية التشويش الحاصلة الآن والطريقة التي تشوش بها إسرائيل، وكيف يمكن أن تؤثر على أي أسلحة لدى حزب الله واستخداماتها، قبل أن نتطرق إلى تأثير ذلك على المدنيين في لبنان كما رأينا في هذا التقرير. نعم، التشويش عمليا يضم أو يشمل جزءا لا بأس به من الأراضي اللبنانية وصولا إلى بيروت، وهذا التشويش حتى في فترة من الفترات شمل مطار بيروت الدولي، وكانت هناك عدة طائرات اضطرت أن تستخدم أساليب الملاحة التقليدية القديمة وأن لا تستخدم الجي بي اس. هذه نقطة. نقطة فيما يتعلق بالموضوع العسكري، طبعا هذا جزء من العمل العسكري الإسرائيلي، وهذا يؤثر أيضا من العمل الإسرائيلي ضد حزب الله من أجل التشويش على أنظمة الصواريخ البعيدة المدى لحزب الله، وهي المنحنية، الصواريخ المنحنية التي تحتاج إلى توجيه بعيد المدى، وهذه وسيلة من الوسائل من أجل التشويش على الأهداف. والمشكلة أنها تتفاقم، لأنها كما أسلفتي بدأت تصيب وتؤثر على المدنيين وعلى الحياة المدنية وعلى الاتصالات العادية، شبكة الاتصالات اللبنانية العادية. أعود لك في هذه النقطة، ولكن أذهب لسيد مصدق بور. رغم التهديدات عالية السقف من قبل إيران، لكن هل إيران الآن تحاول احتواء أي ضربة مؤلمة، أم أنها تريد أن توجه رد طبعا للضغط الداخلي والخارجي أيضا عليها بأنها يجب أن ترد في مرحلة ما؟ إيران كيف تفكر باعتقادك في هذه المرحلة؟ نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني إيران حاليا هي تشعر أنها أمام ضغوط يعني من الرأي العام، وأيضا أمام توقعات من قبل جمهورية أنصارية ومن قبل يعني أوساط عديدة في العالم، لأنها تلقت ضربة مؤلمة موجعة في سوريا، يعني استهدفت السيادة الوطنية الإيرانية، استهدفت سفارة، وهي حتى حسب القانون الدولي تعتبر جزء من الأراضي الإيرانية، وبالتالي هي يجب أن ترد. ونحن سمعنا بالأمس كلام المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد الخامنئي، هو أيضا يتوعد بالانتقام والرد بشكل يجعل الكيان الإسرائيلي يندم، وبالتالي هذا الرد قادم وآت لا محالة، أما كيف ومتى يعني ربما. لكن البعض قد يقول بأن هذا الوعيد والتهديد هو مستمر منذ مقتل قاسم سليماني، ولكن الرد جاء منضبطا في أعلى درجات الاحتواء والسياسة، وبالتالي ما الذي يجعل رد إيران الآن مختلفا إذا ردت أصلا؟ أنا أعتقد يعني ليس هناك فارق بين أن ترد إيران على هذه الهجمة أو ما تقوم به منذ 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 أشهر، منذ سنوات طويلة في تعزيز قدرات المقاومة التي هي
بدورها توجه ضربات موجعة للكيان الإسرائيلي. اليوم الكيان الإسرائيلي يعني في الواقع يعني على يد المقاومة في حماس، يعني الغلاف غلاف غزة تقريبا هجر، والشمال أيضا على يد حزب الله، كلهم نزحوا المستوطنين إلى مناطق أخرى. اليوم الوسط مهدد من قبل إيران، يعني إيران تهدد والجانب الإسرائيلي يتوقع أن تأتي صواريخ إيرانية في عمق المناطق الوسطى، وبالتالي ليس هناك أي مكان آمن بالنسبة لإسرائيل. ثم أيضا أنا أعتقد يعني هناك تبطيم إسرائيلي فيما يتعلق بالرد الإيراني، ويريد أن يعني استعطاف الرأي العام، يريد أن يظهر نفسه في موقع الضحية، يريد أن يحصل على مساعدات أو على غطاء من الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تعارض بعض سياسات نتنياهو، حتى الأوروبيين. وبالتالي أنا أعتقد إيران هي ردت دائما، يعني ليس من الصحيح أن نعتقد أن إيران لم ترد، ولكن كما قلت طريقة رد إيران مختلفة. إيران تتعامل بالصورة استراتيجية، ولكن إسرائيل تتعامل بالصورة تكتيكية. ربما جانب أعود إليك في كيف ردت إيران كما تقول حضرتك سيد مصدق، ولكن أعود مرة جديدة للسيد علي حميدة. حزب الله لا يريد التصعيد، هكذا يقول البعض منذ بداية 7 أكتوبر وحتى الآن، ولكن بالضغط الممارس الآن على إيران بأنها يستهدف قادة كبار لديها، هل ستجد نفسها مضطرة لتحريك أحد أذرعها وسيكون هنا حزب الله؟ هل حزب الله يستطيع أن يوسع دائرة يعني الصراع، ويمكن أن إما أن ينجر بسبب الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، أو يذهب إلى هذا الخيار بسبب رغبة إيران؟ دعيني أسارع ملاحظة صغيرة لما أورده الأستاذ مصدق بور الذي تحدث عن النازحين الإسرائيليين من شمال إسرائيل، وهذا أمر صحيح ولا يعني لا جدال في هذا الأمر، لكن بالمقابل هناك 100,000 نازح لبناني من مناطق الجنوب اللبناني وعشرات القرى التي دمرت في هذه المواجهة. إذن هذه نقطة. النقطة بالعودة إلى السؤال، السؤال هو هناك معضلة إسرائيلية، لكن هناك معضلة إيرانية. المعضلة الإيرانية، لأبدأ بالمعضلة الإيرانية، إيران هي أمام 3 خيارات: إما الرد المباشر والرد المؤلم، يعني على أهداف مؤلمة لإسرائيل، أكان في الوسط أكان ربما أهداف عسكرية مؤلمة، أو الرد الفولكلوري كما حصل في قضية سابقة الضربة المضادة بعد اغتيال قاسم سليماني في بغداد، أو هناك استخدام الأذرع. استخدام الأذرع أيضا معضلة، لأنه هو يعطي مؤشرا ويعطي إشارات للرأي العام العربي أيضا أنه إيران لا ترد، وإيران لا تتورط، وإيران تورط الفصائل العربية في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، لكنها لا تدخل في مواجهة مع إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل أمام معضلة، لأنه هي في وضعية دفاع وفي وضعية الطرف الخائف من الضربة، لكن إسرائيل ربما قد تكون إسرائيل يعني تستجدي أو تطلب هذه الضربة لكي توجه، لأنه إذا ضربت تل أبيب توقعاتي بأنه سوف تستهدف طهران مباشرة. ماذا عن الجنوب اللبناني وخيارات حزب الله أيضا؟ إذا ضرب حزب الله أبعد من المناطق التي يستهدفها ضمن إطار الضوابط التي وضع على نفسه بإطار سياسة المحور بأسره، سوف تتوسع الضربات الإسرائيلية لتشمل نقاطا جديدة، أهدافا جديدة خارج إطار الجنوب، قريبا من بيروت، ربما ضاحية بيروت، ربما بعلبك، ربما الهرمل، مناطق يعني عادة يجري تجنيبها الضربات القاسية، لأنه واضح بأن الإسرائيليين هم الذين يريدون تصعيد الموضوع والذهاب أبعد وأبعد، وهذا ربما قد يكون أحد أسباب هذه الضربة الكبيرة في منطقة المزة، والتي اعتبرت بنوع من المجزرة التي أصابت فيلق القدس الإيراني. سيد مصدق بور، في خيارات إيران، هل إيران مستعدة لخوض هذه المغامرة بتوسيع نطاق الحرب، أم أن ردودها ستبقى في إطار تحريك أذرعها
حروب الظل التي تقوم بها، الرد بشكل غير مباشر والإبقاء دائما على هذه المعادلة بأنها لا تريد أن تذهب في حرب شاملة ومباشرة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع إسرائيل؟ أنا أعتقد يعني بالأمس قرأت تصريح ربما سري لمسؤول إيراني ويتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تتدخل بالطريقة التي تريدها إسرائيل إذا ما تعرضت إسرائيل لهجمة إيرانية أو لرد فعل عنيف من الجانب الإيراني. يعني هناك مثل هذه القناعة موجودة لدى القيادة الإيرانية، وأيضا نحن نسمع هذه الأيام شعار من نوع جديد من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار. طوفان الأحرار، ما هو طوفان الأحرار؟ يعني تفسير هذا الطوفان حسب ما أسمعه أيضا من مصادر في إيران يقصد يعني وحدة الساحات وعمل مشترك ربما ستشارك فيه الشعوب، أيضا ستشارك فيه كل القوى، ستشارك فيه الخلايا النائمة اليوم، وإيران تحضر لهذا الشيء والمقاومة أيضا تحضر لهذا الشيء. ولكن عموما يعني هذا هو مؤشر. أيضا مؤشر آخر، هناك دعوات ربما لا تعلن رسميا، يعني دعوات توجه إلى بعض الإيرانيين يعني في الداخل لمن يطلب التوجه لمحاربة إسرائيل، التوجه إلى الحدود الإسرائيلية، حدود فلسطين المحتلة. الطريق مفتوح، يمكن تسجيل أسمائهم، وبالتالي هناك الطريق دائما كان مفتوحا، ولكن لماذا لم تذهب إيران أبدا في هذا الاتجاه؟ إيران هي تعرف كيف تحارب إسرائيل. إيران أولا ليست لديها قناعة بأن إسرائيل ستزول بالعمل العسكري مطلقا. إيران تعتقد أن إسرائيل هي من سوف تقوم بنسف نفسها يعني من خلال هذه الأزمات التي تعصف فيها. يعني إيران تتعامل وفق هذه المعايير، وأيضا ولكنها في نفس الوقت تستهدف المصالح الأمريكية وتحاول أن تمارس الضغط على الجانب الأمريكي لكي يقلل وأنا كنت أسألك منذ قليل، كنت تقول حضرتك سيد مصدق بأنه ليس صحيحا ما يقال بأن إيران لم ترد على الاستهدافات المتكررة لقادتها وعناصرها ومستشاريها، بل إنها كانت ترد. أين كان هذا الرد في ظل كل المراقبين يتحدثون عن أنه إيران تهدد بالتصعيد لكنها لا تصعد، لا ترد؟ صحيح، أنا قلت يعني رد العمل الإسرائيلي عمل تكتيكي، وهذا العمل هو المشهود. يعني ربما هذا العمل هو مرئي يشاهده الجميع ويتوقعون أن ترد إيران، ولكن إيران تعمل بصورة استراتيجية، تعمل بطريقة ذكية، تخلخل وتهز أركان الكيان الإسرائيلي وتغرق هذا الكيان في أزمات. يعني إيران بعض الأحيان تتخذ مواقف أو تصدر منها أفعال وسلوكيات تسبب أزمات في داخل إسرائيل، يتواصل يعني على العزف على هذا الوتر. ولكن أنا أعتقد يعني بعد التهديد الذي أطلقه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أنا أتوقع نعم سوف يكون هناك رد من نوع جديد ومن نوع الذي يتوقعه كثيرون اليوم ويأملونه أيضا من جانب إيران. أنا هذا أتوقعه، يعني أتوقع ربما استهداف لسفارة إسرائيلية، ربما استهداف للعمق الإسرائيلي في تل أبيب لمقر حكومي أو مقر عسكري. على أي حال هذا الغموض وهذا الإبهام يعني يجعل الإسرائيلي يعني أمام معادلة الانتظار أشد من القتل. هذه بهذه النقطة أنتقل لضيفي سيد علي حميدة من لبنان. الانتظار أشد من القتل يقول ضيفي، ماذا عن هذه الجبهة الجنوبية في لبنان؟ هي أيضا تنتظر على الرغم من أنه الإجراءات التحسبية هي تحدث في إسرائيل تحسبا لضربة في إيران، ولكن أي ضربة من إيران أو من إسرائيل تبعاتها وتداعياتها وصداها هو على الجنوب اللبناني. تقديراتنا أن الجبهة اللبنانية لن تستخدم في هذا الرد. سبب واحد وبسيط، لأنه هذا الأمر يسهل على إسرائيل الذهاب مباشرة إلى مواجهة أوسع وأكثر عنفا ضد حزب الله في لبنان، وموازين القوى واضحة بالرغم من كل ما يقال عن 100,000 صاروخ و 150,000 صاروخ وإمكانيات هائلة، لكن موازين القوى واضحة. إضافة إلى أن حزب الله يعاني في لبنان من أزمة كبيرة سياسية، وهذا ما لا ينتبه إليه الكثيرون. هناك انقسام عمودي حقيقي داخل المجتمع اللبناني،
كل البيئات اللبنانية ما عدا البيئة الحاضنة لحزب الله وحدها طائفيا بالمعنى الطائفي، كل البيئات هي معارضة للحرب، معارضة لتدخل حزب الله، وهي أيضا ترفع الصوت عاليا ضد كل ما يفعله حزب الله وتوريطه للبنان وتوريطه للبنانيين وتوريطه لكل هذه في هذه المرحلة، في حرب يعتبرون أنهم معنيون بها عاطفيا ومعنويا وقوميا، لكنهم غير معنيين فيها عسكريا ولا للمخاطرة والمقامرة والمغامرة بمصير لبنان ومصير اللبنانيين. هناك انقسام حقيقي، وليست هناك حاضنة لحزب الله في أي مواجهة ردا على استهداف لإيران خارج الأراضي اللبنانية على الأراضي السورية. الكاتب والباحث السياسي علي حميدة، كنت معنا من بيروت، وأيضا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بول، شكرا جزيلا لكما.